يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، ونشره اخباريه رياضيه جديده من قناتكم المفضله دائما قناه النادي الاهلي. دايما طبعا هيكون معانا اخبار كتير سواء على المستوى المحلي او المستوى العالمي، وبالتحديد طبعا اخبار نادينا العظيم النادي الاهلي. فبالتالي خلينا نبتدي باخبار النادي الاهلي، واللي النهارده على مدار تواجد مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة كان في اجتماعات متواصلة برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ويمكن كانت اجتماعات مهمة جدا من كابتن محمود الخطيب في ظل سعيه للتطور الدائم على مختلف المجالات في النادي الأهلي. لكن خليني أقول لكم بالتحديد النهاردة كان في ثلاث اجتماعات، اجتماع كان خاص بلجنه الكره واجتمعوا فيها مع الكابتن خالد بيبو مدير طبعا الاكاديميات الجديد واللي تم تعيينه مؤخرا بالتحديد منذ اسبوع قبل دلوقتي، وكان اجتماع مهم الكابتن خالد بيبو اتكلم فيه عن الشكل اللي هيمشي من خلاله في اكاديميات النادي الاهلي والاسلوب او اساليب التطوير من وجهه نظر الكابتن خالد بيبو. طرح طبعا هذه الاساليب والتطور الخاص ووجهه نظره واستراتيجيته على الكابتن محمود الخطيب واعضاء لجنه الكره سواء كابتن علاء عبد الصادق، كابتن زيزو، ايضا كابتن حسام غالي. ده كان اول اجتماع النهارده بالنسبه لكابتن محمود الخطيب في النادي الاهلي، واللي بصراحه بيبذل مجهود كبير جدا. كابتن محمود الخطيب بيبقى متواجد بدري على مدار الايام كلها طبعا عشان يشوف ما ينقص النادي الاهلي في جميع المجالات لتطويره دائما، وده الهدف المهم والمرجو طبعا من قبل كل جمهور النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه. لكن خلينا نقرب للصوره اكتر وناخد على التليفون دلوقتي استاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ شريف مساء الفل عليك ورمضان كريم. أمير مساء الخيرات، تحياتي ليك وللمشاهدين ليك ولجمهور النادي الأهلي العظيم، والله أكبر. تمام. إيه الأخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله، يعني أنا بنتهز الفرصة وبطمن جمهور النادي الأهلي ومشاهديك من خلال هذا البرنامج إنه الأمور يعني النادي الأهلي بتسير بالتوازي في كل الحقيقة القطاعات المختلفة، الرياضي منها والإنشائي والاجتماعي. إنه قريبا إن شاء الله يعني ستحمل الايام القادمه الكثير من الاخبار الطيبه. يا رب يا رب ان شاء الله. المجال الرياضي كره القدم انا عارف قد ايه الجمهور يعني منشغل في الفريق الاول لكره القدم وباحتياج المدير الفني وحاله الاستقرار والمباريات الافتتاحيه. احب اقول من خلال لك يا امير انه لجنه الكره تقريبا في حال اجتماع دائم، اجتماع كل يوم برئاسه الكابتن محمود الخطيب وبحضور رموزها الحقيقه ابناء الاهلي الكابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن علاء عبد الصادق، بينضم ليهم الكابتن حسام غالي مرتبط كره القدم، واحيانا حسب الموضوع اللي بيتم مناقشته سواء الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين او الكابتن خالد مدير الاكاديميه، وبالتالي يبقى في تواصل بشان كل الملفات المطروحه. طيب. عارف الملف المطروح اللي الناس شغله بالها بيه هو موضوع المدرب موضوع المدير الفني، وده هنتطرق ليه مع نهايه المداخله استاذ شريف. لكن خليني ابتدي معاك من البدايه واجتماعات النهارده والاجتماع اللي كان مع الكابتن خالد بيبو مدير الاكاديميات، كيف صار هذا الاجتماع وايه اخر النتائج الاجتماع ده؟ انا الحقيقه عرفت من الكابتن خالد بيبو انه سيتم الاعلان عن خطه الدفعه الجديده بقى والاكاديميه. والحقيقه اللي انا يعني اطلعت عليه وعرفته انه الكابتن خالد عنده رؤيه كبيره هو الدكتور عبد المجيد لتطوير الاكاديميه بحيث انها تكون رافد مهم من روافد تقديم الناشئين واللي عايزين يتم اقتراع الناشئين وبالتالي الفريق الاول لكره القدم، ويكون في انتشار كمان في معظم محافظات الجمهوريه وايضا خارج مصر. في رؤيه جديده للاكاديميه وفي روح جديده، وان شاء الله انا متفائل حقيقه بالكابتن خالد بيبو وبزملائه وعندهم خطه طموحه لتطوير الاكاديميه عشان يقدموا حاجه تاريخ باسم النادي الاهلي، وبالتالي يبحثوا عن المواهب في كل ربوع مصر الاكاديميه نقدر نعتمد على قطاع الناشئين في المستقبل، لان هي هتكون التبعيه هي اللي على طول تصدر او الرافد الاساسي زي ما قلت لحضرتك امير لقطاع الناشئين. ان شاء الله يعني الكابتن محمود الخطيب لجنه الكره يولوا هذا الامر اهميه كبرى، فكره الاكاديميه وقطاع الناشئين يعني بتمثل حجر زاويه في التطوير وجانب كبير من العمل والمجهود اللي بتقوم عليه.
تمام. النهارده ايضا كان في اجتماع اخر طبعا يخص المنظومه الاعلاميه، وحضر يمكن الاجتماع ده استاذ خالد توحيد رئيس قناه النادي الاهلي، وايضا استاذ ابراهيم المنيسي رئيس تحرير مجله الاهلي، والكابتن عادل القيعي او المهندس عادل القيعي مقدم برنامج ملك وكتاب عندنا ومستشار اداره التعاقدات في النادي الاهلي، وايضا الاستاذ جمال جبر مدير اداره الاعلام. اخر تطورات هذا الاجتماع، واكيد كان اجتماع مهم جدا للحديث عن الاستراتيجيه الاعلاميه الفتره الجايه بالنسبه للنادي الاهلي يا استاذ شريف. يعني زي ما انت قلت امير الاستراتيجيه، الحقيقه انه المجموعه دي هي المنظومه الاعلاميه، هم اللي بيشكلوا المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي بصفتهم مسؤولين. يعني طبعا في جيش جرار يعمل طبعا في اداره الاعلام مع الاستاذ جمال جبر او زملاء المحررين في مجله النادي او زملائنا في قناه النادي، لكن الحقيقه يعني هي دي رؤوس او رموز الاعلام في النادي الاهلي. فالحقيقه احنا عندنا اجتماع دوري بنقعد كمجموعه بنتناقش في الامور المتعلقه اعلاميا بالنادي الاهلي، بيكون في تقدير موقف، بعض الرؤى لتطوير المنظومه، بنقدم تقدير موقف للكابتن محمود الخطيب، بنتجاذب اطراف الحديث، بنشوف ازاي نقدر نتعامل مع وسائل الاعلام البديله قبل الوسائل التقليديه، لانه في نقله كبيره الحقيقه في الاعلام في مصر زي ما انت عارف. النهارده كل مواطن او كل مشجع بالتليفون الذكي او ما نسميه السمارت فون يعني بيمثل وكاله انباء متنقله في حد ذاته، فانت محتاج تواكب هذا التطور وهذا العصر وتخاطب الناس بلغتهم. عشان كده بنقعد مع بعض كتير وبنتكلم وبنحط رؤى، وان شاء الله يكون دي نقله كبيره في مجال الاعلام والخطاب الاعلامي للنادي الاهلي، خصوصا ان احنا متفائلين بتولي الاستاذ خالد توحيد قياده قناه النادي الاهلي. طبعا طبعا رأس الحربة في هذا الأمر، وبتمثل الحقيقة مش ذراع إعلامي، لا ده بتمثل الحقيقة وسيلة إعلامية تنويرية بتحث يعني على التسامح والتعامل بروح رياضية والتمسك بأخلاقيات ومبادئ النادي الأهلي، وفي نفس الوقت بتفند كل محاولة لتشويه أي جميل أو أي موقف محترم أو أي تطوير بيقدم عليه النادي الأهلي في فروع مختلفة أو في إداراته أو حتى في القطاع الرياضي والفرق الرياضية. طيب انا ان شاء الله اللي جاي القادم هيكون افضل باذن الله. طيب استاذ شريف، طبعا انا عايز استغل وجود حضرتك معايا، وعايزين نتكلم عن الناحيه الانشائيه في النادي الاهلي، وعارفين ان في تطورات هتحصل على او في خلال طبعا الثلاث فروع، سواء فرع النادي الاهلي في الجزيره، مدينه نصر، الشيخ زايد، عايزين نعرف اخر التطورات بالنسبه للانشاءات الجديده والتطورات اللي هتحصل فيها خلال الفتره الجايه. استاذ شريف، شوف الحقيقه يا امير انه الرؤيه لموضوع التطوير المستمر في فروع النادي ده عمل يعني حتمي، ومجلس الاداره بيضع راس اولوياته والزموا نفسهم الحقيقه بتنفيذ عدد من المشروعات الانشائيه والرياضيه الاجتماعيه بازمنه وبجدول زمني. الحقيقه بمجرد ما تم الاستقرار وعادت خزينه النادي الاهلي للانتعاش بعد الطرق الحقيقه اللي زودوا بيها موارد النادي، تم طرح عدد من المشروعات في المنطقه. لو اتكلمنا عن مدينه نصر، الحقيقه في مجموعه مشروعات بتتم خصوصا من ذلك الفرع الاكبر يعني او اللي بيشهد كثافه كبيره من الساده الاعضاء. مكان ملاعب التنس القديمه بيتم الان تطويره ليصبح منطقه جلوس للاعضاء على اعلى مستوى بشكل حضاري، يعني نتعشى منها تنتهي ان شاء الله في نهايه هذا العام. ايضا المنطقه الترفيهيه وهي المنطقه الموجوده بدوار مكتبه الاهلي العظيمه ومنطقه الاشتراكات دي تم هدمها، وايضا هيتم تطويرها بشكل كبير جدا لتصبح مجموعه حمامات سباحه ترفيهيه للاطفال واكوا بارك وخلافه، وايضا حاجه حضاريه تاريخ باسم النادي الاهلي. ان شاء الله المرحله الجايه في مدينه نصر هيكون في حمام سباحه اضافي للتدريب، و يعني جراج بالاضافه لعدد الملاعب الموجوده، فبالتالي يبقى مدينه نصر حاجه كده عظيمه ومتكامله، ويعني نفخر جميعا بالانشاءات اللي الاهلي بنيها. النادي الاهلي في الجزيره الحقيقه بدا بالفعل النهارده العمل على انشاء صاله للتراتيل الذي يقوم به النادي الاهلي، وبدات الشركه المنوط بها التنفيذ. الحقيقه كل الحاجات دي بتنفذها جهاز مشروعات الفنيه بما يملكه من تاريخ طويل يعني. فايضا هذا هينتهي العمل في صاله التراتيل النادي الاهلي في الجزيره قريبا، بالاضافه طبعا الى تطوير الاسوار والبوابات
والمبنى الاجتماعي، وانا متوقع ان العمل يبدا يعني بهمه فيه بعد العيد، لان المرحله الاولى دي الحقيقه من المقرر ان تنتهي في نهايه هذا العام ان شاء الله، بنتكلم في اقل من 6 شهور ان شاء الله. بالاضافه الى انه مجلس اخر الموارد الماليه اللي قدمها لهذا التطوير في المرحله الاولى اللي بيبلغ 76 مليون، لكن مجلس الاداره بتسعى على صدها وموجوده، والشركات ان شاء الله تعمل على قدر وساق. ربما يكون في رمضان ظروف طبعا الصيام والعمل طبعا طبعا بالليل والعمال، الناس ما تشعرش يعني بهمه او بجديه كبيره، لكن ان شاء الله عمل دؤوب بعد عيد الفطر ان شاء الله. الشيخ زايد طبعا ما نقدرش ننسى اكيد تركيبه في شاشه لمشاهده مباريات كاس العالم، شاشات يعني بمبالغ كبيره جدا، 30 كبيره ومدينه نصر والشيخ زايد، هنا مدينه والشيخ زايد وقريبا مدينه نصر، وتصريح المبنى الاجتماعي انتهى، وهيبدا العمل ايضا انشاء مبنى اجتماعي على اعلى مستوى يليق باعضاء النادي الاهلي في النادي الاهلي في الشيخ. يا رب ان شاء الله، اتمنى كل التوفيق لمجلس اداره النادي الاهلي، لكن ما ينفعش تكون حضرتك معايا وما نتكلمش على ملف المدير الفني، ويمكن ده الملف اللي بيشغل كل جمهور النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه، من هيخلف الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الاهلي. بصراحه انا عاجبني التريث في اختيار المدير الفني، لان التسرع ممكن يجيب نتائج عكسيه او نتائج سلبيه ما يتمناهاش النادي الاهلي وجمهوره واعضائه، فبالتالي عايزين نعرف اخر التطورات من حضرتك يا استاذ شريف بخصوص هذا. على قياده النادي العظيم لاربع سنوات قادمه وهو مجلس الاداره. تعلم انه هناك لجنه كوره برئاسه الكابتن محمود الخطيب هي المنوط بيها، وهو مفاوض مجلس الاداره الحقيقه ببحث ما يتعلق وبكل شؤون كره القدم في النادي. في لجنه كوره مع الكابتن محمود الخطيب وانا والكابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن علاء عبد الصادق، ومؤخرا انضم ليهم الكابتن حسام غالي بعد ما اعلن اعتزاله، تم تعيينه في وظيفه او في منصب منسق عام كرة القدم، وده منصب مهم الحقيقة يليق بالكابتن حسام غالي، هيضيف له على المستوى الإداري كتير، خصوصا إن حسام غالي يعني خامة واعدة طبعا احنا بنتمنى وبنتنبأ ليها في النادي الأهلي إن شاء الله، بأنه يكون كادر من الكوادر المهمة اللي تحمل يعني على يعني على عاتقها مسؤولية قيادة قطاع كرة القدم في المستقبل القريب، لأنه هو شخصية الحقيقة أكيد متميزة خلقا وأداء زي ما فالحقيقه انه لجنه الكره في اجتماع دائم ومتواصل، ما بترفعش اجتماعات. الحقيقه الاجتماعات المتواصله ممكن يجتمعوا مرتين في اليوم قبل وبعد الفطار. احيانا الكابتن محمود الخطيب يخرج يعمل اجتماع يعني سواء مع المجلس، مع يشوف ناس في المكتب التنفيذي للمنظومه الاعزاء في مجلس الاداره، يشوفنا كمسؤولين عن المنظومه الاعلاميه، يشوف المستشار المالي، المستشار القانوني، ويرجع يعني يستكمل اجتماعات لجنه. والاجتماعات دي ليها هدفين شقين، الشق الاول هو تطوير منظومه كره القدم في النادي الاهلي، واللي بادئه من الاكاديميه زي ما حكيت لك. انجاز لي انا، وبالتالي هو يدرك ويعي طموح ورغبه جمهور النادي الاهلي في انه يشوف دايما فريقه في الصدارة، وبالتالي النهارده تم تشكيل جهاز كره، وبيستكمل الحقيقه الاعلان او الاستقرار عن بقيه الجهاز. على راسه مدير فني. النادي الاهلي قرر انه في هذه المرحله النادي الاهلي بحاجه الى مدير فني اجنبي. عنده مجموعه مدارس، عنده مجموعه مدربين بيتم المفاضله بينهم، ممكن يكون تم الاستقرار على مجموعه. مجموعة ممكن تكون مكونة من كم واحد يا استاذ شريف؟ يعني حوالي 2 أو 3 من المدربين مثلا؟ يعني 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 احنا كنا بنتكلم في عدد كبير جدا جدا من طبعا المدربين. طبعا تم تصفيتهم الى 5 إلى 6، ممكن يكونوا دلوقتي 3 أو 4 زي ما انت بتقول. تمام. بيمثلوا يعني الحقيقة في ميكروسكوب كده النادي الأهلي سلطه على هؤلاء المدربين، وبيدرس الموضوع، وفي معايير لجنة الكرة حطها. المعايير دي ازاي هذا المدرب هيفهم نفسية اللاعب المصري وعقليته، ازاي يقدر يعمل تحت ضغط ويرضي طموح جماهير النادي الاهلي التي لا تقبل الا الفوز بكل البطولات التي يشارك فيها، ولا تقبل بالهزيمة حتى في المباراة. تمام. طيب ازاي هيقدر يعني يوفق بين رؤيته الفنية وبين المتاح من اللاعبين في النادي الاهلي الان،
طيب هل هو هيكون عنده طلبات؟ هل في عجز في بعض الصفوف؟ بيشتغل عليها كابتن محمد يوسف دلوقتي مع لجنه الكوره. طيب هل انت هتجيبه عمره قد ايه؟ طموحه ايه؟ يعني طموحه الشخصي ايه؟ هل هتجيب سيره ذاتيه كبيره جدا ومدرب كبير بمبلغ كبير ومجموعه من المساعدين هم اللي يشتغلوا؟ ولا تتجه الى انا بكلمك ازاي لجنه الكره بتفكر بالظبط، اكيد في معايير كتير بيختاروا من خلالها طبعا، ولا تتجه الى مدير فني طموح ممكن يكون في منتصف العمر عنده يعني رغبه كبيره في انه يشرف في تدريب النادي الاهلي بالظبط، يكون مدرب ذو شخصيه، يكون شخص قيادي زي ما قلت لك بيفهم طبيعه اللاعب المصري، مقدر قيمة النادي الأهلي وتاريخه يعني كلها حاجات بمجرد ما النادي الأهلي أو لجنة الكرة بتستقر عليها وبطبع المعايير 1 2 3 10 معايير مثلا. على مدرب ويعني يتم التعاقد معاه على طول إن شاء الله مجلس الإدارة هيعتمد ما يطرحه عليه الكابتن محمود الخطيب وبالتالي نعلن ده للجمهور. ممكن الناس تكون مستعجله شويه. بالظبط. لكن الكلام اللي حضرتك بتقوله كله معناه ان يعني الامور مش سهله ان احنا نختار مدير فني، لان جمهور النادي الاهلي يمكن مستعجل شويه لكن هو مش مدرك المعايير اللي بيختار من خلالها طبعا مجلس اداره النادي الاهلي وبتحديد لجنه الكره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ان هم بيحاولوا يختاروا مدير فني يناسب النادي الاهلي لمراحل طويله مقبله، مش بس ان احنا نفرح ان احنا جايبين مدير فني جيد او حاجه او اسم كبير لكن ما يتماشاش مع النادي الاهلي وطموحات النادي الاهلي. بالظبط. النادي الاهلي دربوا مدربين عظام جدا في التاريخ وبدا من هيدي كوتي ومرورا بفايسا وصولا الى جوزيه، وبعدين بقى في الطريق زي ما انت عارف هولمان، ارن هاريس، مارتينيول، الحقيقه عدد كبير اسماء كبيره طبعا. بس في النهايه النجاح دي بتكون بيقدر يوفره، ما فيش نادي تاني بيقدر يوفره من مناخ باعث للنجاح لاي مدرب. يعني ان شاء الله انا زي الجمهور، لو انا بفكر زي الجمهور فانا هبقى مستعجل، الله النادي الاهلي معقوله لسه ما عندوش مدير فني وعنده ماتش في افريقيا وداخلين على كاس العالم؟ لا، لكن لازم بقى لما تفكر بعقلانيه شويه تقول الله ده على راس المنظومه الكرويه في النادي الاهلي نجم اسمه محمود الخطيب صورة كرة القدم عبر التاريخ، وراجل منتمي للنادي الاهلي لكيانه وبدمه وبجوارحه، ومعاه مجموعه من ابناء النادي اللي الحقيقه يعني ما بيعرفوش حاجه في الدنيا غير كره القدم والتفكير فيها بشكل علمي ومنهجي. اذا يعني لازم يكون عندنا ثقه فيهم ونديهم الفرصه وما نخليهمش يشتغلوا تحت ضغط علشان يقدروا ربنا يوفقهم ان شاء الله في حدود المتاح يعملوا لنا حاجه عظيمه ويوفقوا ان شاء الله في مدير فني. ودايما يا امير العبره بالخواتيم، يعني في كل الاحوال لو انت جبت زين الدين زيدان هتتهاجم، ولو جبت مدرب مصري هتتهاجم مفتر. يعني الناس اللي هي يعني متربصه بيك ومش شايفه اي ايجابيات في كل الاحوال هتكون جاهزه بالسكين ان صح التعبير للاجهاز عليك، لانه الغرض هو تعويق وافشال مسيره النادي الاهلي. بالظبط. لا ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في المرحله المقبله. طبعا يا استاذ شريف فؤاد انا بشكرك شكرا جزيلا، واكيد طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي ومجلس الاهلي ومجلس الاداره. أكيد شيء مهم جدا لجمهور النادي الأهلي. طبعا اختيار المدير الفني لازم يكون مدير فني يتماشى مع أساليب النادي الأهلي ومعايير اللي حاططها لجنة الكرة زي ما قال الأستاذ شريف فؤاد متحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، عشان نضمن أطول فترة ممكنة من الإنجازات إن شاء الله بالنسبة لفريق الكرة في النادي الأهلي. لكن نرجع بقى لأخبارنا، وأكيد عندنا أخبار عديدة ولسه مع أخبار النادي الأهلي. لجنة الكرة تحسم مكان المعسكر الأوروبي خلال ساعات. زي ما احنا عارفين خلاص فريق النادي الأهلي في إجازة طبعا بعد مباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري اللي فاز فيها النادي الأهلي بنتيجة 2-0، والنهاردة عاد فريق لاستئناف تدريباته وفترة الإعداد اللي هتكون على مرحلتين. مرحلة أولى وهتكون هنا في مصر، لسه متحددش المكان بالظبط هيكون فين، هل في مدينة 6 أكتوبر في العين السخنة، لسه
في بعض الاماكن المطروحه على الجهاز الفني تحديدا المدرب العام كابتن محمد يوسف، وهيتم الاستقرار بشكل كبير على المكان اللي هيكون فيه المعسكر الداخلي. لكن الجزء الثاني من فتره اعداد النادي الاهلي استعدادا للموسم الجديد واللي هيبتدي باول مباراه للنادي الاهلي في البطوله الافريقيه والجوله الثالثه من هذه البطوله امام فريق تاون شيب، وهي اكيد هتكون مباراه نظرا للموقف. هيتم التنسيق من خلاله، هيتم الموافقة أو اختيار إحدى الدول دي خلال المرحلة القليلة المقبلة من قبل الكابتن محمد يوسف. الموضوع مش مرتبط قوي بالمدير الفني الجديد، لكن الكابتن محمد يوسف هو اللي هيحدد. لو ما جاش خلال الفترة القريبة قوي مدير فني جديد، كابتن محمد يوسف هو اللي هيحدد مكان المعسكر، وأكيد ده من خلال مشاهدته طبعا أو معرفته بأماكن جيدة بالنسبة لمعسكر النادي الأهلي، عشان يكون معسكر إعداد لائق وجيد لمرحلة مهمة جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وهي بدايتها طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا اللي ان شاء الله النادي الاهلي يعدل فيه اموره، وكلنا لسه عندنا امال كبيره النادي الاهلي ينافس على هذه البطوله كالعاده ويقدر يرجع لنا بطوله دوري ابطال افريقيا بعد فتره غياب حوالي 5 سنين، وايضا البطولات المحلية سواء بطولة الدوري بطولة الكاس وبطولة السوبر النادي الأهلي هيشارك فيها بعد فاز ببطولة الدوري العام هذا الموسم. خبر آخر، وهو الأهلي يضع الرتوش النهائية على قائمة الموسم الجديد. طبعا يعني زي ما احنا عارفين دايما مع بدايه كل موسم الاخبار بتطلع كتير، النادي الاهلي هيتعاقد مع عدد من اللاعبين ينضموا لصفوف الفريق، النادي الاهلي هيستغني عن بعض اللاعبين خلال الفتره المقبله، لكن حاليا طبعا النادي الاهلي بيدرس الاستغناء عن بعض اللاعبين، وده هيكون بالتشاور ما بين لجنه الكره وكابتن محمد يوسف المدرب العام، لان هو طبعا اللي على درايه باللاعبين المتواجدين حاليا في النادي الاهلي. لو في مدير فني اجنبي جديد مش هيكون لسه ملم بالامور قوي، واكيد هيساعده فيها الكابتن محمد يوسف. وبصراحه كابتن محمد يوسف يعني موجود في المكان الصحيح بالنسبه له، هو راجل ملم باخبار او ملم بكل ما يخص اللاعبين المحليين في النادي الاهلي، واكيد هيبقى فيه قرار بالتشاور ما بين لجنه الكره وكابتن محمد يوسف للاستغناء عن بعض اللاعبين، وايضا في التعاقد مع بعض اللاعبين اللي ممكن يكونوا اضافه للنادي الاهلي خلال المراحل المقبله. لكن في نفس السياق النادي الاهلي بيرفض الاستغناء عن القوى الضاربه، القوى الضاربه اكيد بتتمثل في بعض اللاعبين المهمين، لكن الاخبار يمكن طلعت الفتره اللي فاتت كتير عن وليد ازارو وعلي معلول جونيور اجاييه. كابتن محمد يوسف نفى تماما تفكير النادي الاهلي في الاستغناء عن اي من هؤلاء اللاعبين، سواء علي معلول اللي هو احد نجوم منتخب تونس واحد نجوم النادي الاهلي خلال الفتره السابقه وادى موسم اكثر من رائع مع النادي الاهلي، وهو عنصر اساسي في منتخب تونس وهيشارك في كاس العالم. ايضا وليد ازارو لاعب دولي كبير، مش موجود في كاس العالم مع المنتخب المغربي، لكن لاعب مهم جدا وهداف الدوري برصيد 18 هدف، ويعني اللاعب هيكون عليه امال كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي خلال المرحله المقبله. ايضا نفس الحال بالنسبه لجونيور اجاييه النجم النيجيري، هو ايضا لاعب دولي لسه ما لعبش مباريات رسميه مع المنتخب الاول للمنتخب النيجيري، لكن كان موجود في معسكر الاعدادي المبكر لكاس العالم بالنسبه للمنتخب النيجيري، وايضا شارك مع المنتخب الاولمبي في العديد من المباريات الرسميه، وادى ايضا موسم اكثر من رائع الموسم الماضي مع النادي الاهلي، فبالتالي هيكون في صعوبه كبيره جدا في الاستغناء عن هؤلاء اللاعبين. بالنسبه لباكاماني مالامبي اكيد هيكون في، او اللاعب الجنوب افريقي طبعا باكاماني اكيد هيكون في كلام هل ممكن النادي الاهلي يطلع باكاماني اعاره او ممكن يستمر مع الفريق، هو لعيب عنده قدرات جيده جدا ويستحق التواجد مع النادي الاهلي، كل ده هيكون بالتشاور ما بين كابتن محمد يوسف ولجنه الكره. ده شيء عن لزميلي كريم احمد رئيس القناه النادي الاهلي. يا كريم مساء الفل عليك. اهلا بيك يا زميلي امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي. كريم طمنا طبعا، قول لي اخبار التدريبات النهارده، الفريق استأنف تدريباته طبعا استعدادا للموسم الجديد وفتره اعداد جديده، كلمنا كده الاجواء شايفها ازاي في النادي الاهلي في الجزيره. بالفعل زي ما انت بتقول بيستأنف النادي الاهلي وبيعود من جديد للتدريبات استعدادا للموسم القادم. كان ذكر طبعا كابتن محمد يوسف المدرب العام ان الموسم او فتره الاعداد هتنطلق من يوم 5 هذا الشهر، وزي ما احنا قلنا طبعا كابتن محمد يوسف عنده مهمه كبيره جدا مع المدير الفني القادم مع الجهاز القادم. النهارده كان التدريب في الساعه 10 في البدايه، كابتن محمد يوسف اجتمع باللاعبين، عارفين طبعا ان القوام مش كامل، لعيبه المنتخب بعدد كبير طبعا من اللاعبين مش متواجد.
حتى هذه اللحظه بالنسبه للتدريبات مؤمن زكريا لسه ما شفناش ناصر ماهر متواجد، لكن زي ما بقول لك القوام يمكن ما تمش كابتن محمد يوسف، يعني اللي احنا شايفينه في التدريب دلوقتي ان هو بيعمل بعض التدريبات بالايد، لسه طبعا اللعيبه كانت مريحه فتره كبيره جدا خلال الايام الماضيه، فما اعتقدش هيكون في تدريبات بالكره النهارده كبيره، هيكون اكيد في تقسيمه صغيره جدا، لكن يمكن ده اللي احنا بنشوفه في الانطلاقات بالنسبه للموسم، بيكون كلها تدريبات، في بعض التدريبات الترفيهيه بيحاول ان هم يخشوا كده في اجواء التدريبات. شايفين كمان على دكه بره الدكه طبعا المتواجده في ملعب مختار السيسي، شايفين الدكتور خالد محمود طبيب متواجد ترتب على المدير الفني الجديد يا كريم، لان في لسه في مدير فني ممكن يجي بالطاقم الطبي معاه. لكن خليني اسالك، التدريبات السمه الاساسيه بتاعتها تدريبات بدنيه صح؟ تدريبات بدنيه ترفيهيه، يعني انتوا شايفين اللعيبه بتلعب في مربعات بالايد، يعني مفيش لعبه بالكوره حتى اللحظه دي، الموضوع كله بالايد. زي ما بقول لك هيبقى صعب شويه ان احنا نشوف النهارده بعد اي حمل تدريبي او اي امور قويه بالنسبه للكوره، لان الفتره الكبيره اللي كان رايحها اللاعبين محتاجين ان هم يخشوا في اجواء التدريبات. فالكابتن محمد يوسف زي ما بنقول عامل بعض التدريبات الترفيهيه بيجي فيها جري في نص الملعب، لكن يمكن اكيد بكره برضه في تدريب، بعد بكره في تدريب، في ثلاث ايام القادمين هيكون في تدريبات، اكيد هيكون في برعات تدريبيه خلال الايام القادمه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن هياثر على كابتن محمد يوسف عدم استكمال قوام الفريق ده، اللي ممكن شويه يبقى ما فيش جمل تكتيكيه واضحه، ما فيش بعض التدريبات اللي هي محتاج عدد كبير من اللاعبين، لكن خلال الفتره القادمه ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لكابتن يوسف وكل اللعيبه المتواجدين مع النادي. تمام، احمد علاء وافد النادي الاهلي الجديد القادم من الداخليه شارك في التدريبات النهارده لاول مره يا كريم؟ يمكن هو طبعا متواجد، انت عارف طبعا بعيد شويه عن الـ عن الـ عن الملعب، لكن انا شايفه متواجد كمان في التدريب اللي بيقام دلوقتي في هذه اللحظه. بقول لك يمكن حسين السيد هو الوحيد اللي شفناه متواجد في الملعب، لكن ما شاركش. احمد الشيخ هو اللاعب الوحيد اللي احنا شفناه بيشارك، شايفين وليد سليمان، شايفين حسام عاشور، ناصر ماهر، ناصر ماهر طبعا زي ما قلت لك في البدايه ناصر ماهر متواجد، بعض اللعيبه طبعا المفروض ان هم يكونوا متواجدين، لكن لسه عايزين برضه نشوف حسين السيد نطمن برضه من الجهاز الفني للنادي الاهلي نشوف ترتيبه امتى، لكن طبعا ده يكون ان شاء الله بعد انتهاء المباراه. ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. طبعا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي كان معانا على الهاتف وبيكلمنا عن اول مران للنادي الاهلي النهارده استعدادا للموسم الجديد، لكن بس عايزك اعلق على نقطه وهي نقطه حسين السيد. حسين السيد لسه عنده اعاره في احدى الفرق السعوديه، هو متواجد النهارده يمكن كاجازه او متواجد في تدريب النادي الاهلي بيأزر زملائه او بيتصافح مع زملائه، لسه عنده اعاره لمده سنه اخرى، عدى ست شهور لسه عنده اعاره لمده سنه اخرى، ممكن يكون في بت بالنسبه لموضوع حسين السيد من قبل لجنه الكره في النادي الاهلي، لكن الموضوع ده لسه ما اتحسمش. لكن تواجد احمد او تواجد حسين السيد النهارده في تدريبات النادي الاهلي مش انه لاعب في النادي الاهلي، هو لاعب في النادي الاهلي لكن لسه معار في الدوري السعودي. لكن طبعا خلينا نروح نشوف تقرير عن استعدادات النادي الاهلي للموسم الجديد ونرجع مره ثانيه. بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة مصطفى المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون طوال الأيام الماضية عقب خوض آخر مباراة للفريق أمام المصري البورسعيدي يوم 20 مايو الماضي. بدأ الأهلي فترة الإعداد اليوم استعدادا لمباراة تاونشيب البوتسواني يوم 17 يوليو المقبل في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا، حيث يخوض المارد الأحمر استعداداته للموسم الجديد من خلال دخول معسكر داخلي لمدة أسبوع يجري حاليا المفاضلة فيه بين ثلاثة أماكن لاستضافته، وهي 6 أكتوبر، التجمع الخامس، والعين السخنة. عقب الانتهاء من المعسكر الداخلي في مصر سيخوض بطل القرن الافريقي معسكرا جديد خارج مصر يبدأ احد ايام 25 او 26 يونيو الجاري، والمحدد له مبدئيا باحدى الدول الثلاث المانيا او النمسا او سويسرا، على ان يتضمن هذا المعسكر 3 مباريات متدرجة المستوى، بينما ستكون العودة في القاهرة يوم 8 او 9 يوليو المقبل
استعدادا للمواجهة الإفريقية مع بطل بوتسوانا. شهدت الأيام الماضية أكثر من جلسة بين محمد يوسف المدرب العام ولجنة الكرة لوضع خارطة الطريق للفريق في الموسم الجديد لحين حسم التعاقد مع المدير الفني الأجنبي، وذلك من أجل تجهيز كافة الأمور المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم حتى يتمكن المدرب الجديد من البدء في العمل سريعا دون أي معوقات فور تسلمه مسؤولية المدير الفني للقلعة الحمراء. أكيد منتخب مصر هو الشغل الشاغل بالنسبة للشعب المصري كله، وخصوصا أن احنا أخيرا تأهلنا لنهائيات كأس العالم بعد غياب 28 سنة تقريبا. منتخب مصر ما كانش بيشارك في هذه البطولة إطلاقا، وهي بطولة أكيد مهمة جدا، والشعب المصري أكيد فرحان جدا. أنا على المستوى الشخصي فرحان جدا، لأن آخر مرة منتخب وصل كأس العالم كان 90 وأنا كان عندي 6 شهور، ففرحة أكيد كبيرة جدا بالنسبة لكل الشعب المصري اللي هيشاهد منتخب مصر في هذه البطولة الكبيرة، وأكيد شيء جيد ومميز. يعني منتخب مصر حاول مرارا وتكرارا ان هو يتاهل لنهائيات كاس العالم، لكن اخيرا تاهلنا لروسيا 2018. الاستعدادات لسه متواصله بالنسبه لمنتخب مصر، استعدادات اكيد قويه. ابتدت بمباراه طبعا الكويت تعادلنا فيها 1-1، مباراه كولومبيا واللي يمكن مباراه كانت جيده من ناحيه تكتيكيه بالنسبه لمنتخب مصر اللي ادى مباراه جيدا. طبعا كالعاده بندافع وكده، لكن الأداء يمكن كان جيد بالنسبة لمنتخب مصر بالتحديد في الشوط الأول، وفي ظل طبعا النواقص اللي موجودة بالنسبة للمنتخب خلال الفترات الأخيرة، وسواء طبعا محمد صلاح أو محمد النني أيضا أعمدة رئيسية بالنسبة لمنتخب مصر، وأكيد يأثروا على أداء أي فريق مش بس منتخب مصر. عندنا مباراة أخرى إن شاء الله غدا أمام المنتخب البلجيكي، وهي مباراة غاية في الأهمية أيضا بالنسبة لمستر هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، وأيضا بالنسبة للاعبين، عشان خلاص هي دي المباراة الأخيرة المنتخب بيستعد من خلالها لمباراة أوروجواي، وهي أولى مباراة المنتخب في نهائيات كأس العالم يوم 15 من الشهر ده إن شاء الله، وهي أكيد هتكون مباراة نتمنى من خلالها تكون البداية مناسبة بالنسبة للمنتخب، عشان إن شاء الله في أمال كبيرة إن احنا نوصل لدور ال 16 من بطولة كأس العالم، وهيبقى أكيد إنجاز تاريخي بالنسبة لمنتخب مصر وما حصلش طبعا قبل كده، لكن إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر إن شاء الله خلال الفترة دي اللي بيستعد من خلالها البطولة، وإن شاء الله كل التوفيق لهم في بطولة كأس العالم. لكن خلينا نتكلم عن المنتخب ووصوله النهاردة لمدينة بروكسل طبعا، واللي هتقام فيها مباراة الغد أمام منتخب بلجيكا. الفريق طبعا أو المنتخب النهاردة وصل من كان في إيطاليا طبعا، وكان في معسكر، وإيطاليا كان أكيد فيها مباراة كولومبيا. الرحلة يمكن استغرقت 90 دقيقة حتى وصل الفريق لبروكسل عشان يكمل معسكره الإعدادي لنهائيات كأس العالم. لكن الحديث الأهم، وأكيد كل يوم الشعب المصري أو كل المصريين بيبقوا مهتمين جدا بأخبار محمد صلاح وآخر تطورات علاجه، هل هيكون متواجد في المباراة الأولى من المباراة الثانية. لكن يعني الأخبار اللي جاية لنا من هناك إن محمد صلاح ماشي بشكل جيد جدا في الأداء العلاجي الخاص بيه، يعني خلاص واحدة واحدة ابتدى إن شاء الله الأمال أو ابتدت الأمال تزيد عند الشعب المصري إن محمد صلاح يشارك في المباراة الأولى. لكن خليني أقول لكم إن بنسبة كبيرة محمد صلاح لو ما شاركش من بداية المباراة هيكون على دكة البدلاء بالنسبة لمنتخب مصر. أكيد نتمنى إن محمد يبتدي من بداية المباراة، وده أكيد هيكون شيء مهم جدا وهيريح شوية المنتخب المصري، خصوصا إن محمد صلاح في التلت الأمامي بالنسبة لمنتخب مصر أكيد هيسحب معاه مدافع أو اتنين بالكتير، أو على الأقل كمان مدافعين ممكن يكونوا اكتر، فهيبقى في راحه شويه، مش هيبقى في ضغط علينا، لان احنا عارفين الاسلوب اللي بنلعب بيه اسلوب اكيد دفاعي. فان شاء الله نتمنى ان شاء الله ان محمد صلاح يلحق اول مباراه، وهي اهم مباراه امام المنتخب الاوروجواياني. لكن خلينا بسرعه نروح نشوف تقرير عن منتخب مصر ونرجع مره ثانيه. طبعا المنتخب البلجيكي منتخب قوي جدا بيضم العديد والعديد من العناصر الهامه واللي محترفه في كل الدوريات الاوروبيه وبيتالقوا بشكل كبير، سواء بدايه من حراسه المرمى طبعا كورتوا الحارس الكبير حارس فريق تشيلسي، مرورا بالدفاع كومباني لاعب مانشستر سيتي، في نص الملعب يانيك جاراسكو، في الهجوم طبعا لوكاكو،
وايضا النجم الداهيه اكيد ايدن هازارد، طبعا نجم فريق تشيلسي الانجليزي، فريق نجوم يعني، فريق قوي جدا ومرشح على فكره بقوه ان هو ينافس على كاس العالم. مش عايز اقول ممكن ياخد البطوله، لكن هينافس بشكل قوي على بطوله كاس العالم طبعا هذا الموسم. لكن في نقطه مهمه عايزين نتكلم فيها، وهي تخص الانتقادات اللي بتوجه لمنتخب مصر. اعتقد انه مش وقت خالص ان الناس تنتقد اختيارات مستر هيكتور كوبر، طبعا اعلن على القائمه بالامس. البعض بينتقد الاختيارات، طب هيعمل ايه مستر هيكتور كوبر؟ اكيد مش هيغير الحاجات اللي احنا مثلا لو حد بيقول كان لعيب معين كان لازم يبقى موجود، مش هيغير الراجل رايه. هو الراجل استقر على التشكيل او استقر على القائمه اللي هتكون متواجده في كاس العالم، لازم كلنا نسنده، لازم كلنا نبقى وراه. على الاقل نتمنى ان المنتخب يؤدي اداء مشرف ويحقق نتائج جيده في كاس العالم، وخصوصا ان هو بطريقه لعبه باللاعبين اللي دايما بيلعب بيهم قدرنا ان احنا نوصل للنهائي بطوله الامم الافريقيه بعد غياب 3 سنوات. ما كناش بنوصل البطوله ايضا اصلا، يعني من الاساس ما كناش بنوصل البطوله، وايضا تاهلنا اخيرا لكاس العالم بعد غياب 28 سنه. اذا الراجل بيحقق النتائج المطلوبه منه. لما اتحاد الكره بيجي يتعاقد مع مدير فني، او النادي الاهلي بيجي يتعاقد مع مدير فني، او اي نادي بيحط مين تارجتس او اهداف رئيسيه بالنسبه له، انت مطلوب منك ان انت توصلني مثلا، يعني اتحاد الكره المصري كان متفق مع هيكتور كوبر ان هو يوصله الدور نصف النهائي في بطوله الامم الافريقيه ويصعده كاس عالم. الراجل وصلنا نهائي بطوله الامم الافريقيه وصعدنا كاس عالم، اذا الراجل بيحقق المطلوب منه ايا كان الاسلوب، ايا كان طريقه اللعب، اسلوب دفاعي اسلوب هجومي. قبل كده كنا بنلعب بشكل اكثر من رائع وبنحقق نتائج جيده جدا، والاداء كان هجومي وبنحرز اهداف كتير، لكن كان بيخش مرمانا اهداف كتير، ما كناش بنحقق الامور المهمه او الاهداف المهمه الخاصه بمنتخب المصري، خصوصا لو الناس تتذكر بطولة كاس القارات اللي شارك فيها منتخب مصر في 2009. قدينا بطولة كبيرة جدا، فوزنا على إيطاليا، خسرنا البرازيل 4-3، والمباراة الأخيرة أمام أمريكا خسرنا 3-0. لو كنا خسرنا 2-0 بس كان ممكن نصعد للدور المقبل في بطوله كاس القارات. فاذا احنا لازم كلنا نكون في ظهر الراجل. مستر هيكتور كوبر الراجل بصراحه عامل اداء جيد، او بلاش يعني مش عايزين نقول اداء، عامل نتائج جيده مع منتخب مصر، وبيحقق الاهداف المطلوبه منه واللي حطها له اتحاد الكره عند التعاقد مع هذا الرجل تقريبا من حوالي 3 سنين وشويه. فان شاء الله نتمنى له كل التوفيق خلال المرحله المقبله. وبما اننا بنتكلم عن مستر هيكتور كوبر، فهو شايف ان مباراه بلجيكا مباراه هامه للغايه، وبيقول انه مش هيغير استراتيجيته بسبب اصابه، يعني اي اصابه ايا كانت مش هيغير بسببها الاستراتيجيه. الراجل عنده استراتيجيه معينه، عنده طريقه لعب معينه، محفظ اللاعبين هذه الطريقه، واللاعبين مقتنعين بيها، وده الاهم. يعني اللاعب يكون مقتنع بالطريقه اللي بيقولها المدرب، ده شيء مهم جدا عشان يقدر ينفذ هذه الطريقه بشكل جيد ويحقق النتائج المطلوبه. ايضا بيقول مستر هيكتور كوبر ان صلاح بيتعافى بشكل جيد وبيقترب من المشاركه في المباراه الاولى زي ما قلت لكم، وبيقول ايضا ان لعبه كره القدم لعبه جماعيه. طبعا هي اكيد لعبه جماعيه، وهو يمكن بيرد من خلال الجمله الاخيره دي ان الاداء دايما مش كل حاجه، اللعب الفردي كمان مش هينجح اي فريق او اي منتخب. فبالتالي هو الراجل شايف ان الاداء الجماعي بالنسبه للمنتخب المصري هو اهم شيء خلال المرحله المقبله، ولا سيما ان احنا هنشارك في بطوله كاس العالم. هو طبعا المصريين متعشمين قوي ان احنا نحقق بطوله جيده او نشارك في البطوله بشكل جيد جدا، وان شاء الله العشم ده يكون في محله. لكن اكيد نتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري خلال هذه الفتره، وخصوصا بعد او من خلال مباراه الغد ان شاء الله امام منتخب بلجيكا، يكون الاداء جيد وان شاء الله نكمل طريقنا في بطوله كاس العالم بشكل جيد. خبر اخر، خلينا نتكلم عن عصام الحضري. هو اكبر اللاعبين سنا اللي هيشاركوا في هذه البطوله. عصام الحضري اكيد عنده خبرات كبيره جدا، يعني البعض بيقول ان عصام الحضري هيبتدي اساسي في مباراه او اول مباراه في كاس العالم هيبتديها الحضري اساسي، وطبعا هيبتدي اول مباراه يبقى هيشارك في البطوله او 3 مباريات على الاقل بشكل اساسي. لكن لسه الامر ده ما اتحسمش، خلينا ناكد لكم ان الاقرب للمشاركه بشكل اساسي ومش عصام الحضري هيكون محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر. ايا كان مين، ايا كان مين اللي هيشارك او مين اللي هيبتدي المباريات في كاس العالم، اكيد نتمنى للمنتخب ان شاء الله كل التوفيق. مدرب منتخب اوروجواي يعني قال علينا الحذر اذا شارك محمد صلاح. هم اكيد عاملين حسابات كبيره جدا
لمحمد صلاح لو شارك، خصوصا ان هو لعيب يعني يعتبر من افضل لاعبي العالم في الفتره الحاليه. الراجل حقق حاجات او نجاحات كبيره جدا مع فريق ليفربول الانجليزي، وصل نهائي تشامبيونز ليج، حقق طبعا اهداف عديده في الدوري الانجليزي، 32 هدف كسر رقم قياسي سواء لرونالدو وايضا بعض اللاعبين اللي وصلوا 31 هدف. فبالتالي هو اكيد عمل موسم اكثر من رائع، فطبيعي جدا ان اي منتخب او اي فريق على مستوى العالم يخاف شويه من محمد صلاح ومشاركته. فاوسكار تباريز المدير الفني للمنتخب الاوروجواني قال ان احنا عاملين حساب كبير جدا لمحمد صلاح، لكن بخلاف محمد صلاح المنتخب المصري يمتلك عناصر جيده جدا، او هو بيطلع أنا بالخبر ده أكيد نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في هذه البطولة في فترة الإعداد. طبعا عندهم مباراة بكرة أمام بلجيكا، هيرجعوا على مصر بعد كده يتوجهوا مباشرة على روسيا إن شاء الله. أكيد نتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يحققوا نتائج جيدة جدا في كأس العالم ويوصلوا لأبعد مدى في هذه البطولة. وزي ما نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر، أكيد ما نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي. ودي كانت أخبارنا النهاردة من النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي. تصبحوا على ألف خير.